سائل يقول: أنا معلم في إحدى المدارس، وأتاني ولي أحد الطلاب وطلب مني عدم ذكر عقائد الشيعة وعدم الرد عليهم في الدرس، فماذا أفعل؟ يا أخي، أنت تدرس مقرر، درس الذي في المقرر، ولو جاك من جاك وقال لا لا تدرس، أنت ما تتبع هذا الشخص، أنت عندك منهج ولك مرجع فلا تلتفت إلى قوله. نعم، درس ما في المقرر وبينه للطلاب. نعم.